صباح الخير البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله جيت نحضر معكم البسطيلة بلدية بلا الشكل العصري، ما غنديرش فيها لا الزيتون لا الشامبينيو، غنديرها بطريقة بلدية. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو هنا الحوت، نستعملو حوت ابيض ما يكونش فيه الشوك بزاف. انا هنا استعملت النوع ديال القرب، عندي تقريبا عندي هنا شي حساب كيلو ونص. المهم هي البسطيلة قد ما درتو فيها الحوت كتجي زوينة. هنا عندي تقريبا كيلو ديال الكروفيت اللي غسلته وخليته شوية يتسقطر من الماء، وانا عندي تقريبا نص كيلو ديال السيبيا. يمكن لكم تعودوا بالكالامار، قطعتوه هكا ما تقطعوش مربعات صغيرة بزاف، حقاش راه من بعد كيتجمع على هاد الطول. وعندي شامبينيو نواغ اللي رقدته في الماء باش يطلق، ما يكون بارد ما يحتاجش يكون مسخون. وهنا عندي الشعريه الصينيه، انا كنستعمل هذا النوع كيجي زوين. وعندي هنا البصله. وبالنسبه للعطريه غادي نحتاج الصوجة، عندي ورقه سيدنا موسى، الهريسه، وعندي هنا عندي الهريسه بودر، والبزار، الكمون، سكنجبير والتحميره، وحامضر مصير، وقبطه ديال القزبر. ننصحكم انكم تستعملوا القزبر احسن. وعندي جوج دامات ديال البنه، ومعلقه كبيره ديال الملحه، وسكنجبير والثومه. انا البنات اول حاجه غادي ندير، غادي ندير العطريه ديالي بلا زيت، غادي نشرمل بها الحوت هو الاول، عاد ديك الساعه ان شاء الله غادي نخليه يترقد مده واحد الساعه يشرب داك العطريه، عاد غادي نرجع نشحر فيه. صافي البنات، دابا غادي ناخد واحد الاناء وغادي ندير فيه الربيع. عندي كميه قليله ديال الربيع، غادي نزيد. هنا البنات عندي تقريبا شي 7 الفصوص ديال الثومه، صافي. غادي نشد الملحه معلقه كبيره، قلت لكم ها الثومه معلقه كبيره، غادي نشد التحميره حتى هي معلقه كبيره، كنجبير حتى هي معلقة كبيرة، والبزار معلقة كبيرة. يعني كم ميزانكم على حسب الكمية. والهريسة ندير هنا تقريبا نص معلقة كبيرة، تقريبا ما يعادل معلقة صغيرة. الصوجة الأخير والملح أو ورقة سيدنا موسى، ندير لها بحال هكا هادشي. دير تقريبا شي 4 الوراق أو 5، والكمون تقريبا معلقة صغيرة تكون عامرة. صافي هنا البنات غادي نشد حامضة مصيرة، غادي ناخد اللب ديالها،
بلا تا العطريه اللي كنصوب غادي نقد فيها الحوت كامل وغادي نخليه يشرب واحد مده ساعه يترقد عاد نرجع ان شاء الله نشحر معاكم. ما غندير فيها لا زيت لا والو غنخليها هكا. حامضه مصيره وفي الاخير غادي نضيف سكنجبير عواد بحال هكا حسب شي معلقه كبيره سكنجبير عواد. انا دايره سكنجبير الاول وغرف نزيد شويه من السكنجبير صافي. دابا غنخلط هاد جميع المكونات وغادي نديرهم الحوت. بلاتا العطريه اللي كنصوب غادي نقد فيها الحوت كامل وغادي نخليه يشرب واحد مده ساعه يترقد عاد نرجع ان شاء الله نشحر معاكم. ما غندير فيها لا زيت لا والو غنخليها هكا. حامضه مصيره وفي الاخير غادي نضيف سكنجبير عواد بحال هكا حسب شي معلقه كبيره سكنجبير عواد. انا دايره سكنجبير الاول وغرف نزيد شويه من السكنجبير صافي. دابا غنخلط هاد جميع المكونات وغادي نديرهم الحوت. صافي البنات دابا بعد ما الحوت ديالنا نشف من الماء غادي ندوز نخلط هاد الاقامه كامله. غادي نقسمها على المكونات اللي عندنا. غادي نضع شويه في الكروفيت وشويه هنا وشويه الحوت وغادي نحاول نخلط مزيان تنحس بيهم كلهم. خلطت فيهم الاقامه العطريه
هذا الشيء على الماء، تقدر غنخليه على جنب يشرب. غادي ندوز البيض، صافي البنات انا شرمت الحوت ديالي كامل بديك الاقامه اللي درت، العطريه اللي درت فاتني الحوت كامل صافي البنات. دابا غادي نخليه واحد مده ساعه يشرب مزيان العطريه، صافي من بعد غادي ندوزو نشحرو ونحطو. وبالنسبه للبصله والشومبي بالنسبه هذا السوجا حتى الاخير، والبصله بقالينا غير نديرو البصله مع الفيرميسيل ودام هاد البنه والشامبينيون واخ. نبقاو معكم ان شاء الله حتى نرجعوا يترقد لينا الحوت ديالنا ونرجعوا نكملوا معكم. صافي دابا البنات من بعد ما داز الساعه خديت واحد المقيله وهنا حدايا درت الماء يغلى باش نطيب فيه الفيرميسيل. صافي انا درتو هنا البنات فوق بوطه، غادي ناخذ الزبده ديما تشحار بالزبده، دوك عوار شي معلقه كبيره والعامره صافي. والبوطه تكون ما تكونش مهيله بزاف وما تكونش مسطه، تكون شويه مجهده باش الحوت ديالنا ما يطلقش لينا الماء. صافي غادي ندير الكروبات ديروا البنات، ديروا شويه البوطه مجهده باش ما يطلقش لكم الحوت الماء. صافي وغادي نضيف شويه زيت الزيتون، صافي غنخليوه يتشحر عادي حتى يطيب ونرجعوا معاكم. صافي البنات ها هو الكروفيت ديالنا حمر مزيان نشف من الماء عفوا، صافي حتى كنشوفو انه بقى فيه عاد الزيت. صافي غادي نحيدو، غادي نحطو هنا حدانا واحد الإناء وغادي نضيفو. صافي غادي ناخدو نفس المقلاة غادي نكملو فيها تشحار ديال الحوت لاخر، عاوتاني معلقة كبيرة ديال الزبدة ولا معلقة ونص ديال الزبدة. وغادي نديرو سيبيا، صافي حتى هي حتى تشحر مزيان نرجعو معاك. صافي البنات دابا غادي نشحر اخر نوع ديال الحوت اللي هو القرب، كما العاده شويه الزبده. صافي واللي شحرتو حطوه في واحد الاناء حداكم وضروري نشفو من الماء. صافي البنات دابا بعد ما قليت الحوت كامل غادي ندير ثلاثه الضامات البنه ديال الحوت، نتوما ديروا القياس اللي بغيتو، ديروا القياس على حسب الكميه اللي عندكم. انا هنا ما عندي شويه الكثره غادي ندير ثلاثه. صافي وغادي ندير فيرميسيل ديالي طيب، طيب هي اصلا في الغليه الاولى كما عادية كما معروفة. صافي بعد ما طيب ان شاء الله غادي ندوز نقرط الشامبينيو باش نشحرهم حتى هما كاملين دقة واحدة. صافي هنا البنات درت البيرميسير تسلق واحد شوية نطفي عليها باش غتبان لكم دخل فيها الطير نطفي عليها. وهنايا خديت نفس الضيفارة اللي كنت كنشحر فيها
غادي ندير فيها شويه زبيده والزيت طبعا الزبيده والزيت، وغادي ندير هنا واحد البصله، جوج بصلات اللي شلطتهم رقاق، حاولوا تشلطوهم رقاق، وغادي نخليهم تيطيحوا مزيان يدبلوا مزيان، نخليهم حتى يولي اللون ديالهم ذهبي تيتشحروا مزيان صافي. هنا غادي ندوز نصفي الشامبينيو ونقطعو حتى هو قطع صغيره. دابا البنات ها هي البصله ديالنا دبلات مزيان ولا لونها بني، صافي دابا غادي ناخذ الشامبينيو. اول حاجه غادي ناخذ هي التونه، انا هنا ضفت عاد ريس واحد شويه من السمك، غادي نضيف شامبينيون باش يتشحر شويه، ما تحرقش لينا، وغادي نضيف شويه الملح، شويه البزار، تقريبا نص معلقه صغيره، نضيف شويه العطريه حيت ديجا دايرينها في الفيديو، والسودانيه بحال اللي ما بغاش يكثر الحال يقدر يديرو يديروها في البديه بلا ما يضيفو من بعد، انا مع بغيتها شويه تكون حاره، انا درت حتى معلقه صغيره، واحد حكه ديال سكنجبير عود واحد خفيفه، باش كما لاحظتو هاد العطريه كلها كنت درتها في البديه دابا غير كنعاود صافي. غادي نتشحر خليها دير شويه، وفي الاخير غادي نضيف ليها الفيرميسيل اللي خليتها تنشف وقطعتها بالمقص هكا باش تولي صغيره، صافي باقي لينا في الاخير شويه الصوجة. دابا البنات ها هي هنا، وما اصلا راه ناشف من الماء، ردوا لي البال باش ما يتحرقش، وغادي نضيف نص عصير ديال حامضه، غادي نحيد من العظم، كيما كتعرفو عطرية الحوت عادية، هنا كيما كتشوفو الحوت حيدنا منو الجلدة القرب الاخراني اللي شحرنا، غنديرو الحوت اللي بغيتو ماشي ضروري عندنا غير يكون ما فيه الشوك يكون حمو ورطب، صافي دابا البنات غادي نضيف الفيرميسي باش تشرب لينا شويه، وغنحاول نديرها بحال هكا باش تدخل فيها مزيان، غادي نضيف الكمية المتبقية كامله
نحطو على البوطة ونبقاو نحركو فيها بحال هاد الشكل. صافي في الاخير الربيع قزبر، حنا ما كنخدموش بالمعدنوس، كلشي قزبر نضيفو حتى هو بحال هكا باش يبقى النسمه ديالو حيه. صافي البنات انا الميلو جيت كله في البانيو، صافي غادي نخليها تشرب في بعضياتها وصافي، وغادي نرجع من بعد نطويها عادي قليل. دابا غنطويها هنا البنات، غادي نبداو نطويو البسطيله ديالنا. غنديرو بسطيله كبيره، هنا خدينا واحد الزلافه فيها شويه الزيت وشدينا ورقه كبيره ودرنا الجهه الملسه التحت والجهه الحرشه الداخل. هنا شدينا طاوه باش ناخذوا بها القياس. شوفوا البنات كي كديروا، انا دابا هذه الورقه الرابعه كتخالفوهم بحال هكا. شوفوا كتحطوا على هذا الشكل كل وحده في جهه. ديما الجهه الحرشه من الداخل. البنات دابا واخا دابا باقي ما دهناش بالزيت، لكن في الاخر غنديروا الزبده طروفه كبار باش من بعد الا دخلت الفران كتكون احسن. هنا غير مره مره كنديروا يدينا في الزيت والزبده. شوفوا حنا الزبده كي كنديروا ليها ما كندوبوها، ما كنخليوها كطروفه صينيه باش كتعاون البسطيله تجي مورقه ومقرمله في الفران. هاد الطريقه احسن. غنديروا البنات الزبده تقريبا خدو شي نص كيلو، وهنا الورقه نص كيلو ديال الورقه كتحتاج في البسطيله الوحده. صافي هنا غادي نحط العماره. حاولوا البنات تعمروا القناة وتبسطوها باش يجي شكل متساوي. وكنعمروها مزيان باش تجي غليظة. هنايا مازال غادي نزيدو. حنا عندنا البنات هاد اللاطه كناخدو عليها القياس كما كتشوفوا، ديما عمروا الجناب وحاولوا تقادوها تقادوها وتعمروها باش تجي البسطيله واقفه تجي غليظه. صافي هنا البنات غنبداو بعد ما عمرنا البسطيله مزيان، المهم عمرها تتحسوا بانكم درتو طبقه نيت مهوره. صافي هنا غادي نبداو هانتوما. هنا ها هي الوالده كانت باغا تطويها وساعه شافت عاوتاني باقا شويه خاويه من الجناب زادت، بقاش قد ما البسطيله كانت عامره قد ما كتعطي العين. شو ها هي هنا الوالده كتزيد في الجناب. صافي هنا البنات هي بدات كطوي. صافي هاي بحال هاد الشكل كعادوك الجناب ديال الورقة التحتانية كنردوهم. وغنديرو الزبدة.
هنا غادي كدير شويه الزيت، ولكن ضروره البنات كديروا الزبده. الزبده هي الورقه باش تيكون مستيله مقرمشه. هانتوما كما كتشوفوا كدهن بالزبده مزيان بلا ما تذوبوها بلا ما والو، غير هي ما تكونش في الثلاجه، تكون بحراره الغرفه باش تجيكم ساهله. هنا البنات خدات الوريقه دارت فيها شويه الزبده، حيتاش ما عندهاش كيفاش غادي ديرها من الفوق، دارتها هنا. وغادي تغطي بها. باش حقاش البنات هادو كنفزكم شويه الزيت حقاش ناشفين، هنا كنخدمو مزيان بالزبده باش ما يتقشفوش لينا في الطياب. شو هاي هنا الوليده كتمرمدهم مزيان بالزيت وبالزبده، خاطر هنا ما عندهاش كيفاش الا تناتها ما عندهاش كيفاش تكملها بالزيت، كديرها هنا باش تحاول تمرمدها كامله بالزيت. صافي غادي تبدا تخشيها من تحت، تلمطها من تحت على هذا الشكل. عاد داكشي كديرها فوق سطح العمل كتمرمدها مزيان بالزيت، عاد هنايا كتكملها كتخشيها. غير غتبقى بهاد الطريقة. حتى عاد تكمل غتزيد عاوتاني ورقة من هاد الجهة وغتلمط بحال هكدا من جميع الجوانب، وتأكدوا أنكم تخشيوها مزيان من تحت. صافي هنا باقي لينا نزيدو ورقة من هاد البلاصة. صافي البنات كان هذا هو الشكل ديال البسطيله ديالنا، والزبده ضروري الزبده، ومازال الوالده غدير الزبده من الفوق باش حتى لو احتفظتوا بها في المجمد من بعد تجبدوها مباشره تخشيوها في الفرن بلا ما تحتاجوا تذوبوا الزبده كتكون منها فيها. صافي كانت هذه البنات هي وصفتنا اليوم، بالصحه والراحه نتمنى تعجبكم. ما تنساوش تابوناو وخليوا القناه ديالنا ان شاء الله تطلع لفوق، وتعاونوا معنا باش نبقاو معكم ان شاء الله ديما في الجديد. مع السلامه حتى الفيديو جاي وصفه جديده نتمنى يعجبكم. مع السلامه.